هو أدنى مستوى له منذ 6 سنوات. إنه معدل التقييم الذي حصل عليه قطاع النفط في المملكة، في إشارة إلى تراجع الثقة بهذا القطاع. فتقلبات أسعار الذهب الأسود منذ يونيو 2014 شكلت أكبر مصدر قلق لشركات قطاع النفط والغاز في السعودية، قلق أطاح بمؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاع عند 9 نقاط خلال الربع الثالث من هذا العام، لتتحول الأنظار صوب قطاعات أخرى باتت أكثر جاذبية، حيث حصد مؤشر تفاؤل الأعمال المركب للقطاعات غير النفطية في المملكة 36 نقطة خلال الربع الثالث من هذا العام، على الرغم من التأثير السلبي لضعف الطلب وموسم الأعياد وعدم توفر مشاريع جديدة إلى جانب التوتر السياسي بالمنطقة. تفاؤل وخيبة أمل بين القطاعات النفطية وغير النفطية مكنت قطاعي المال والعقار وخدمات الأعمال من الاستحواذ على نصيب الأسد في مؤشر تفاؤل الأعمال بالمملكة الصادر عن البنك الأهلي التجاري السعودي. تفاؤل قوي بقطاع المال والعقار بات واضحا في ظل التقلبات بأسواق المال والعزوف عن الاستثمار بالأوراق المالية، ما رفع من التوقعات المستقبلية للقطاع العقاري وزاد من جاذبيته في عيون المستثمرين، على الرغم من مخاوف ثورة مضاربة تقوده إلى الهاوية بعد أن أصبح قبلة لمعظم المستثمرين الذين أصبحوا يروا أن الاستثمار في أسواق المال أصبح لا يجدي نفعا وأن أيام الثراء السريع انتهت.